الجمعية والرسالة التنمية. أولا السيد رئيس الإخوان والأخوات أعضاء المجلس الجماعي، أتقدم بالشكر للمجلس الجماعي وعلى رأسه السيد الرئيس على هذه البادرة الطيبة اللي هي إشراك فعالية المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي. هذه تعتبر سابقة وتعتبر نقطة اللي هي تحسب للمجلس الجديد، خاصة وأنها جات في بداية الولاية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كاين نوايا حسنة وكاين عمل اللي هو كيتستر ليه وكاين حويجات كيداروا اللي في المستوى. كما أتقدم بالشكر إخوان رؤساء وأعضاء جمعيات المجتمع المدني على الحضور والمشاركة ديالهم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجميع كل أبناء من ليلة وبنات من ليلة فهم يد في يد من أجل النهوض من ليلة ومن أجل تنمية من ليلة ومن أجل يشوفوا من ليلة في واحد 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 حلة جديدة اللي كنت منها شحال هذه. في إطار المحاور الكبرى اللي هذه المحاور الأولى المحور الأول، كنظن بأن راه الجامعة قطعت واحد الشوط كبير في بزاف القطاعات، وأذكر هنا مسالك الطرقية وقطاع الكهرباء وقطاع الماء، لكن هنا بغيت نوقف على واحد شي نقيطات ونقترح بعض الاقتراحات إن شاء الله نتمنى تكون رياليزابل، تكون إن شاء الله قابلة للتنفيذ. أول حاجة هي بعدا خصنا من إن شاء الله تكمل هذه الولاية خصنا ما نبقاوش نهضروا على شي دار ما فيهاش الضوء، هذه خصنا نتفقوا عليها من الآن ونمشي، لأن كاين حلول. غادي يقول لي بأن راه واحد الدار بعيدة في شي قنت ما واصلش ليها الريزو ما بغاوش يوصلوا لها، كاين حلول لأنه تمت كهرباء منازل في الجبال، كتلقى دار معلقة في الجبل بوحدها وتمت الكهرباء ديالها. كاين طوموبيل وكاين الطاقة الشمسية لا تكلف شيئا، ان بانو ديال بانو سولار مع واحد الباتري وهذا، والانسان ها هو هذاك السيد مضوي اللي معزول في واحد القنت وداك الشيء وما وصلاتو الشبكة، ها هو مضوي بخير وعلى خير، وحتى حد ما يبقى يتشكى من بأنه راه كاين مشكل ديال ما وصلوش الضوء. هذا فيما يخص الكهرباء، ولكن كاين نقطة أخرى اللي هي كتأرق واحد المجموعة ديال الساكنة اللي هي ضعف القوة الكهرباء، لأنه فاش أنا كنهضر عن الكهرباء القروية سيرتو، لأنه فاش داروا هذوك لي بوست ودار ديك الشبكة ديال الجهد المنخفض ودخلوا الكهرباء للناس، كانوا اعتمدوا واحد الاستهلاك اللي هو استهلاك بسيط محصور في مثلا الثلاجة وخمسة البولات وتلفازة، لكن الناس طورات المعيشة ديالها، كاين اللي كيدير السدور كاين اللي كيدير هذا، دونك هذاك الجهد راه ما بقاش كافي نهائيا، لان كاين بعض الاوقات البوله كتولي شمعه ما كتبقاش بوله. اذا هنا المطالب بهذا المشروع اللي هو مقترح واللي خصنا كلنا نديرو من اجله هو تقويه شبكات ذات الجهد المنخفض، لا باس تونسيون خاصها الدويتر رونفورسي. كيفاش رونفورسي؟ حل ساهل، راه الجماعات كترونفورسي سون بروبليم البلاصه اللي فيها مثلا ان بوست كيسيرفي واحد المجموعه ديال الكوانين ديال الدور، نزيدوها لوتر بوست نقصوا نخليوها نص ونزيدوها لوتر بوست زاد ان بوست، دونك راه ماشي شي ميزانيه كبيره ولا شي حاجه كبيره اللي غادا نقولوا ما نقدرش نديروها. اذا تقويه الشبكه الكهربائيه مهمه، لان راه كاين شي منازل اللي غير محسو عندهم الضوء راه ما عندهم لا ضوء ولا والو. انا اضطريت باش نخدم حلابه باش ما تبقاش تقول لي ديك الحلابه باش ما تحرقش، اضطريت نشري ستابيليزاتور ديال 8 ميتيغرام باش يخرج لي الضوء مقاد، لانه في عاود 100 220 كتوصل 140 140 ما، ومع الاسف انه لاحظت داز واحد المارشي ديال على صعيد الاقليم اللي كانت فيه تقويه الشبكه الكهربائيه استافدوا منه كاع جماعه، الا من الليله راه ما استافدتش منه ما تقواش ما باش لي شرون فورسومون فاش قلت. وهذا راه ماشي راه كيما قلت راه ماشي صعيب لي رياليزابل 100%، ما فيش مشكل. الاقتراح الثاني هي فيما يخص الماء تصالح للشرب.
وهنا كنتكلم على العالم القروي خاصه. بزاف الطلبات دابا وبزاف الناس كيناديو بايصال الماء الصالح للشرب للمنازل، لان هذه الكيستيون ديال العوينات وداك الشيء سي ديباسي، راه ولات في مابقاتش زعما ولات مابقاش طلب مرحلي دابا خاص. وانا اللي علاش اقترحت هاد النقطه هادي، لان كتب لي رايا لي زاب. علاش؟ لانه واحد العميل هادي كان المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب هنا على نطاق الاقليم، كانوا بداو كيوجدوا واحد صفقه اطار على مارشي كارغ بشراكه مع واحد مجموعه ديال الجماعات باش يعطيو هذاك المارشي كادر واحد الشركه، المهم شركه غتاخذوا هذه الشركه على اطار الاقليم. وراه كانوا خداو فيها تقدمات، هذاك كي تشارج راه كان خداو واحد تقدم بزاف، ولكن دابا ما عرفتش في الوصل. هذاك المارشي كادر راه كتجي الشركه اللي غادي تاخذ هذاك المارشي وكدير واحد، اي واحد بغى يدخل الماء للمنزل ديالو راه كتجي كدير له دراسه وكتعطي له سميتو واحد بيان سور اون كورديناسيون مع الجماعه المزيد الجماعي، وكتعطي كتوصل الماء للمنازل ديالنا. انا اللي كيبان لي بانه راه بزاف الناس وقيلا راه حطوا طلبات، يا كان سيد الرئيس راه كاين طلبات في هذا الشان. اذا هذا المارشي كادر خصنا نعاودوا ندافعوا عليه. هذا المارشي كادر ديال ايصال الماء للمنازل خصنا نعاودوا نشوفوا فين وصل وندافعوا عليه ونحيوا. باش ما نكثرش نهضر في بزاف النقاط، الاخوان راه تذكروا على الصحه وتذكروا المسالك الطرقيه كانت راه خطا حتى هي راه غادا في سميتو. غير اللي كنتمنوا هي يتم استكمال هذاك هذا المارشي هذا، ويبان شنو اللي داخل في المارشي وشنو اللي باقي خصو يتبرمج، ونعرفوا هذيك الساعه شنو غادي يكون نقترحوا الى بقاو بعض المسالك اللي هي ما وصلهاش هذا العمل في اطار هذا المارشي. وكاين واحد الطلب اخر هي الا كان ممكن، ولكن الى بفاك شويه هذا، هي اعاده تهيئه مركز من الليله. هذا خصنا نفكروا فيها جميع، خاصنا نفكروا كيفاش نعاود ناهلوا هذا المركز من الليله، لانه ما كترضينا شي كون هذا من الليله نشوفوا من الليله بهذا المركز هذا. خاصنا يكونوا شوارع شويه متسعين، خاصنا يكونوا واحد اوردونونسمون مزيانه. هذا الشيء هذا على المستوى البعيد، انا لا اظن على انه مستوى القريب من العام والعامين غنحققوا هذا المطلب هذا، ولكن نفكروا فيه. يمكن انا في المحور الاول نفكروا فيه ان شاء الله على المدى المتوسط او البعيد، ان نعاودوا التهيئه ديال المركز بالليله ان شاء الله في الداخل. والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.